طيب خلينا عند هذه النقطة بالتحديد. نشرك معنا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي في الشؤون الخارجية التركية والعلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود سعداء بوجودك معنا في استديو التاسعة، يا مرحبا. يا أهلا أهلا أستاذ علاء، مساء الخير لك ولضيفك المحترم. يا هلا أستاذ محمود. الرئاسة التركية أعلنت قبل قليل أن الرئيس أردوغان أبلغ الرئيس الأوكراني باتصال هاتفي تقديره لمشروع إنشاء ممر بحري للصادرات الزراعية الأوكرانية. أهمية هذا التطور ونتيجة هذا الدور التركي أستاذ محمود بتقديرك؟ كما تعلمون أستاذ علاء، تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها يعني وقع كبير لسيما على موضوع الأمن الغذائي العالمي. هناك تصاعد في أسعار المواد الغذائية العالمية ببساطة لأن مختلف دول العالم تعتمد على صادرات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا. بعد إغلاق البحر الأسود يعني حصلت مشكلة فيما يتعلق بموضوع الإمدادات، وهذا الأمر فاق من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها معظم دول العالم. الآن بتقديري ربما تركيا تريد أن تلعب دور ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة بشكل كبير، لأن الأمر لن يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا، يعني هناك حاجة عالمية لمثل هذه الخطوة التي تقوم بها تركيا. لكن بتقديري بحاجة تركيا لأن يعني تقوم بالتفاهم مع الجانب الروسي حول هذه المسألة. لا شك أن المفاوضات ستكون يعني بطبيعة الحال ليست سهلة في هذه المسألة، لأن الرئيس بوتين يستخدم موضوع الحرب الآن لزيادة الضغط على العالم من أجل رفع العقوبات الغربية على روسيا. ومؤخرا قال بأنه يعني أورهن إمكانية أن تنضم روسيا إلى جهود تخفيف هذه الأزمة، أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بأن ترفع العقوبات الغربية على روسيا. طبعا هذا الموضوع وهذه الخطوة التي أعلن عنها اليوم في أنقرة بالتأكيد هي خطوة مهمة، لكن أعتقد بأنه سيكون من الصعب الآن الجزم بما إذا كان هذا المشروع يمكن تحقيقه على الأرض.